السيدات والسادة، استعرض الجانبان الإفريقي والروسي خلال جلستي القمة اليوم وجهات النظر بشكل صريح تجاه العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها قضايا التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية والإنسانية. وقام رؤساء الدول والحكومات الأفريقية وروسيا باعتماد إعلان ختامي يعكس المبادئ التي اتفق الجانبان عليها، وأهمها احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتحقيق السلم والأمن من خلال بناء نظام أكثر مساواة وعدالة في العلاقات الدولية يقوم على مبادئ التعددية واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسوية الصراعات بالطرق السلمية وحماية الهوية الوطنية والتنوع الحضاري. كما دعم الإعلان أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063 وكذا أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، كما تم تدشين آلية وزارية لمتابعة الحوار والشراكة، وهي جميعها مخرجات نثمنها ونقدر أنها تضع أساسا قويا لتطوير العلاقات الإفريقية الروسية. وانطلاقا من مسؤولياتنا المشتركة، سيستمر الجانبان الإفريقي والروسي في التنسيق لمتابعة تنفيذ مخرجات هذه القمة بما يحقق آمال وطموحات شعوب قارتنا الإفريقية وشعب روسيا الاتحادية الصديق. وتظل المسؤولية ملقاة على عاتقنا جميعا للبناء على ما تحقق والعمل معا لتعزيز مخرجات النسخة الأولى لقمة روسيا إفريقيا لتعكس بشكل أفضل احتياجات قارتنا الإفريقية وتطلعات شعوبنا وأبنائنا داخل وخارج القارة الذين يتابعون قمتنا آملين أن تنجز الكثير وأن تجسد نتائجها واقعا تستفيد الأجيال الشابة الصاعدة من ثماره ونتائجه الإيجابية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.